عبد الإله الخطيب، إيان مارتن، طارق متري، برناردينو ليون، مارتن كوبلر، غسان سلامة، يان كوبيتش، ستيفاني ويليامز، عبد الله باثيلي. 9 أشخاص أحملوا صفة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عشان يساهموا في حل الأزمة الليبية، ولا واحد منهم قدر يدير حاجة واضحة في مصلحة الشعب الليبي. في سنة 2011 الدولة الليبية كانت أوضاعها غير مألوفة للجميع بسبب الحرب، والشيء هذا لفت نظر المجتمع الدولي. فمجلس الأمن الدولي أنشأ في قرار 2009 لسنة 2011 البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مهمتها مساعدة الجهود الليبية لبناء الدولة ودعم المرحلة الانتقالية والعملية السياسية وتعزيز سيادة القانون. كلام منطقي، لكن شن اختصاص البعثة؟ واحد، تعزيز سيادة القانون واستعادة الأمن والنظام ودعم وضع الدستور والعملية الانتخابية. 2، إجراء حوار سياسي يضم الجميع وتعزيز المصالحة الوطنية. 3، بسط سلطة الدولة كيف تعزيز المؤسسات السيادية. 4، تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالذات الفئات الضعيفة والأولى بالحماية. 5، اتخاذ الخطوات الفورية المطلوبة لبدء الانعاش الاقتصادي. وعرم كلام كيف هالكلام، بدأ مهام المبعوث الأول اللي هو وزير الخارجية الأردني السابق عبد الإله الخطيب. وقت هالوضع كان حساس شوية، قعد في منصبه 4 شهور وحل، وعينه بعدها الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن، وحتى هو مسكر السنة وراح. وجاب عدا وزير الإعلام السابق للبنان طارق متري، وطول شوية قعد قريب سنتين وطريق السلامة حتى هو، وألف كتاب على تجربته في ليبيا وقال فيه: غدرت حين أصبحت مهمتي مستحيلة. وبعد متري جاء الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون في أغسطس 2014، وهو اللي دار اتفاق الصخيرات في المغرب، ويقال أنها كانت الفترة الأصعب للمبعوثين الأمميين، وقدم استقالته في نوفمبر 2015 بعد الانقسامات اللي سببهن الاتفاق. بعدها جاء دور الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، واللي كان عنده عديد التجارب في العراق وأفغانستان والكونغو الديمقراطية، لكن ما شاء الله تجارب مليانات بالفشل، وخشت ليبيا لقائمة فشل كوبلر لما قدم استقالته في سنة 2017 واللي استمرت لسنة ونص. المبعوث السادس كان الوزير اللبناني السابق غسان سلامة، عدل في اتفاق الصخيرات وبرضه ما قدرش يدير حل، وقعد لعند مارس 2020، واستقال واستلمت بعدها دغري الأمريكية ستيفاني ويليامز، وهي كانت أفضل الفاشلين في منصبها، لأن في عهدها بان الملامح لانتخابات في سنة 2021 بعد ما تشكل ملتقى الحوار السياسي اللي نتج عنه الحكومة الحالية والمجلس الرئاسي. لكن للأسف الانتخابات فشلن، وكان بتعرف كيف فشلن تقدر تشوف حلقة الانتخابات كاملة في التعليقات. ومع أن ستيفاني شغلت المنصب بشكل مؤقت، لكن نقدر نقول نجحت نوعا ما مقارنة باللي قبلها. وأعلنت ويليامز استقالتها في شهر يوليو سنة 2022، مع العلم كانت بصفة مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، ولكن كان عندها صلاحيات المبعوث، وقعدت في منصبها لفترتين مش متواصلة، لأن البعثة في سنة 2021 ترأسها سلوفاكي يان كوبيتش، لكن ما طولش. وفي سبتمبر 2022 تم تعيين السنغالي عبد الله باثيلي مبعوث جديد، ومن اول ما استلم ركب فيها لقاءات في الشرق والغرب واحاطات لمجلس الامن بشكل مستمر بدون اي حاجه ملموسه، بالاضافه ان عليه اتهامات واجد انه منحاز لطرف معين في الازمه. وفي نوفمبر 2023 دار مبادره لحل الازمه الليبيه فيها مجلس النواب والدوله والرئاسي والقياده العامه وحكومه دبيبه، لكن فشلت دغري بسبب استبعاده للحكومه المكلفه من مجلس النواب، ورفضوا مجلس النواب والقياده العامه دخول في المبادرة بسبب أن الحكومة المكلفة لازم تشارك في المبادرة لأنها منبثقة عن جهة تشريعية منتخبة من الشعب. وانضم باثيلي للمبعوثين السابقين لكن مازال ما استقال، فممكن يدير حاجة ويفرق عليهم. وانت قولي في التعليقات كيف تشوف في دور البعثة مع الأزمة الليبية.